بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الأربعاء 28/10/2020 من نجر الأبساتين بالقاهرة، يتم تحويل 6 أطنان على المدريات الآتية: كفر الشيخ 2 طن، شمال سيناء 2 طن، الوادي الجديد 2 طن، ومع كل سيارة مفتش عام. والله الموفق ونعم المولى ونعم النصير، وعلى الأسر المحتاجة رعاية والله الموفق.